يمكن كمان هروح لخبر تاني بتترقب جماهير الكرة المصرية في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، مباراة مهمة جدا بعد قليل سيخوضها فريق نادي الإسماعيلي أمام أهلي بني غازي الليبي على ملعب بن جنات بتونس ضمن مواجهات إياب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بحثاً عن حسم تأهل الدراويش للدور التالي للبطولة العربية. مباراة الذهاب استطاع فيها اللي قيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز نادي الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفي للدراويش التعادل في تونس أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الـ 16. أهم الاتحاد العربي لكرة القدم بتعيين الحكم الدولي التونسي هيثم قراط لإدارة المباراة ويعاونه كل من فوزي الجريدي ومحمد بكير فيما سيكون سليم بالخلواص محكما رابعا بجانب رضا كريم وطالب الصربي ميودراج المدير الفني النادي الإسماعيلي العبيبة حسم التأهل لدور 16 مبكرا بدون الدخول في حسابات حزب بيرما زي ما احنا بنقول كده، مشدد على أن ضرورة الفوز مع بطل ليبيا مجددا لإثبات أحقية الدرويش في استكمال مشواره البطولة، وعايزين نأكد أن كل الإسماعيلوية وكل المصر وكل مصر حابين يشوف الدرويش مرة تانية في البطولات ويحققوا إنجازات سواء في البطولة العربية أو حتى في أي منافسات، والدرويش هم برازيل الكرة المصرية أكيد بنتمنى لهم التوفيق.